أظهر المقترح الأمريكي الأخير حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي الخلافات في الداخل الإسرائيلي، إذ قدم رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو أودي أدير استقالته من منصبه. ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر في مكتب رئيس وزراء العدو يائير لابيد أن سبب الاستقالة هو أن من يدير المفاوضات ليس رئيس الوفد أودي أديري، إنما هو رئيس هيئة الأمن القومي أيال حولتا. لكن مصادر مقربة من أديري قالت أنه استقال على خلفية معارضته للاتفاق بحسب ما نقلت معاريف. من جهتها قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان أن أودي أديري الذي ترأس في السنتين الأخيرتين الوفد الإسرائيلي المفاوض قدم استقالته من الوزارة بسبب حصوله على وظيفة جديدة. أما في مخص المفاوضات فنقلت رويترز عن مصدر مطلع أن المدير العام لوزارة طاقة العدو موجود في باريس الاثنين لإجراء محادثات مع شركة توتال انرجيز بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان. هذا وأحجمت الشركة الفرنسية عن التعليق على هذا الموضوع. أبرز المعترضين على الرد الأمريكي كان زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي شن هجوما على الاتفاق واعتبر أن لابيد قدم تنازلات للبنان وأبدى تغاذلا في وجه تهديدات حزب الله، وأعلن أن حكومة برئاسته لن تلتزم به ولن تحترمه بعد الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل. هجوم نتنياهو استدعى ردا من رئيس الوزراء يائير لابيد الذي اعتبر أن إسرائيل ستحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية و100% من حقل كاريش وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني. وقال مخاطبا نتنياهو: أفهموا أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وأردف: ليس لديه فكرة عما يجري، الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيسا للوزراء ولم يتحرك شيء. وقال لابيد أن حكومته لا تعارض تطوير حقل غاز خاص بلبنان، وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان بإيران ويكبح حزب الله وأن يعزز الاستقرار الإقليمي. من جهته قال وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس أن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليس ضمانة أمنية لمنع الاحتكاك مستقبلا، لكنه سيعزز الاستقرار والردع ويضعف تبعية لبنان لإيران. وشددت وزيرة داخلية الاحتلال إليت شاكيد على أنه يمنع منعا باتا تمرير مثل هذه الاتفاقية من دون مراجعة من قبل الكنيسة، واعتبرت أنه يجب أن يصادق الكنيسة على هذه الاتفاقية. وأضافت: لن يتم هذا الاختطاف ويجب أن يكون كل شيء شفافا تماما.